السلام عليك يا رسول الله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد عليه السلام، وكان هذا أكبر عقاب يمكن أن يناله مؤمن. هل يحرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ إنه لا يرد السلام. كان كعب حزينا جدا لعدم رد رسول الله السلام عليه، فكان يصلي قريبا منه يختلس النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله ينظر إليه في عطف، فإذا التفت كعب أعرض رسول الله عنه. حتى رسول الله لا يكلمني. أي ألم وأية حسرة، والله غنى الدنيا وما فيها لا يساوي نظرة حزن وجدتها في عين رسول الله. يا رب ارحم زوجي، فقد بدأ يذهب بصره من شدة البكاء. اللهم اغفر له، فإنه من المستغفرين. يا ملك غسان العظيم، إن محمدا بدأ يجافي أصحابه. كيف ذلك؟ منع محمد الناس من الكلام مع كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، حتى أنه فرق بينهم وبين زوجاتهم. إذن نرسل إلى كعب بن مالك فهو أشدهم، نواسيه ونستقطبه إلينا، ويكون هو بداية الخيط لأصحابه. من الطارق؟ كعب بن مالك يا أبا قتادة، افتح لي يا صديقي، فقد أغلقت كل الأبواب. رد علي السلام يا ابن العم، يا أحب الناس إلي بعد رسول الله. يا أبا قتادة، أستحلفك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ وقد كرر كعب بن مالك على أبي قتادة ما قاله مرة أخرى فلم يرد. وفي الثالثة قال أبو قتادة: الله ورسوله أعلم. ألا يدلني أحد على كعب بن مالك؟ معي رسالة له. من تريد يا رجل؟ كعب بن مالك. يا هذا، يا هذا، من أنت أيها الغريب؟ وماذا تريد؟ ألست كعب بن مالك؟ أنا من تريد. معي رسالة لك من ملك غسان. أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة لحقك، فالحق بنا نواسيك. هذا أيضا من البلاء. اكتملت 50 ليلة ولم يكف كعب بن مالك ورفيقاه عن البكاء الشديد، والحزن خيم على المدينة بأكملها وحتى على رسول الله لمقاطعتهم هؤلاء المؤمنين الصادقين. يا
يا رب يا رب، قد ضاقت علي نفسي وضاقت الأرض علي بما رحبت، وغضب علي رسول الله، فاغفر لي يا رب العالمين. بشر رسول الله أهل المدينة بتوبة من الله على كعب بن مالك ورفيقيه، فهلل الجميع فرحا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك. أبشر أبشر يا كعب، أبشر يا كعب ابن مالك، أبشر. الله أكبر، الله أكبر، قد جاء الفرج بإذن الله، وعلموا بقبول التوبة في صلاة الفجر. أبشر يا كعب، قد تاب الله عليك. أبشر أبشر يا كعب، أبشر يا كعب ابن مالك، أبشر. والله لقد سبقت بشراك سرعة الفرس، وسمعت صوتك قبل أن أراك. بسم الله الرحمن الرحيم.